مساء الخير، اسمعوا هذا الخبر ولكن لنضمن لكم ألا تنتابكم موجة من الصدمة والذهول من حجم الإنسانية الهائل الذي هبط فجأة على السلطات الأمريكية والبريطانية. والعنوان العريض للخبر أن واشنطن أفرجت عن المتحدث باسم تنظيم القاعدة عادل عبد الباري والمتورط بهجوم السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام الذي أودى بحياة 224 شخصا بسبب حالته الصحية واحتمال إصابته بكورونا، وأن كل ما يريده عبد الباري هو الاستمتاع بحياة هادئة مع عائلته المقيمة في لندن. وعلى هذا فإن جميع منشطات الصحف البريطانية تقطر غضبا وصدمة وانتقادات لاذعة لحكومة بوريس جونسون، خاصة وأن المفرج عنه يقيم في شقة تعادل قيمتها أكثر من 1,000,000 جنيه استرليني ويحتاج لمراقبة أمنية لسلامته، ما يكلف المملكة مبالغ هائلة ستكون من حساب دافعي الضرائب البريطانيين. أما صحيفة ديلي ميل فقالت إن المصري عادل عبد الباري المتحدث باسم بن لادن عاد بيننا مجددا، إذ حصل على فرصة ثانية ليكون مواطنا جيدا أو فرصة جديدة لنشر الخراب. ينتهي الاقتباس من الصحيفة هنا. وبعيدا عن بريطانيا وصحافتها وإعلامها، فإن هذا الخبر يطرح كثيرا من التساؤلات عن موقف الغرب من الإرهاب، الإرهاب الذي باسمه اصطنعوا أكبر الحروب وقتلوا الملايين من البشر ودمروا بلادا بأكملها ونهبوها، والذي باسمه صنعوا ودعموا وأرسلوا إلينا عصابات تقتل الناس وتسرق البترول والثروات، والذي باسمه يقضي بشار الأسد على الشعب السوري منذ 10 سنوات ويهجره ويشرده بعد أن دمر المدن ولم يبقى أو يبق فيها بنية تحتية أو فوقية، كله باسم الحرب على الإرهاب وتحت أعينهم وأعين العالم كله. واليوم بخبر الإفراج عن عادل عبد الباري المتورط بعشرات الأعمال الإرهابية، كيف نفهم التساهل مع الإرهابيين وإطلاق سراحهم؟ هل صحيح أن ذلك يسهل مستقبلا ابتزاز العرب والمسلمين بتهمة الإرهاب؟ ومتى يقيمون في الغرب بحسب قوانينهم الاعتبارات للمسائل الإنسانية؟ ومتى يغضون الطرف عنها؟ وهذه الحالات هل تخضع لقانون أم اجتهاد قضائي أم لاعتبارات إنسانية بحتة أم لغايات سياسية؟ وهذه الاعتبارات لماذا لم تنطبق على شعوب كاملة، تلك الشعوب التي دفعت ثمن إرهابيين من دمائها وبلادها؟ ألم تكن هذه الشعوب بحاجة لأن تؤخذ فيها هذه الاعتبارات الإنسانية وهي تقتل؟ مرحبا بكم إلى تفاصيل. أرحب بضيوفي عبر سكايب من واشنطن بالأستاذ الدكتور عاطف عبد الجواد أستاذ العلوم السياسية، بضيفي من لندن الدكتور ماجد السامرائي الكاتب والمحلل السياسي، ومن عمان أرحب بالأستاذ شاكر الجوهري المحلل السياسي. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام إلى تفاصيل. البداية من لندن مع الدكتور ماجد السامرائي. دكتور ماجد، شخصية مثل عبد الباري اعترف وفق كل المعلومات أنه خطط ودبر وعلى علاقة بالسيارات أو الحافلات المتفجرة التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص في تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام، حكم عليه ب25 سنة سجن، واليوم يقال في الإعلام البريطاني أنه خرج لدواعي أنه أصبح يعاني من السمنة واحتمال تعرضه لكورونا. هل هكذا يعامل الإرهابيون عادة، خاصة وأننا نرى جوائز بملايين الدولارات تعرض كل فترة عن قادة في تنظيم القاعدة، في داعش، في جبهة النصرة التركستاني وحراس الدين، وقادة كثر قتلوا في هذا التنظيم على يد التحالف؟ شكرا لحضرتك أستاذ أحمد ولضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. في كل من عمان وواشنطن، الحقيقة هذا القرار
هو ليس قرار بريطاني، القرار هو قرار في الولايات المتحدة، صدر من محكمة في واشنطن هي التي أطلقت سراحه للدواعي التي حضرتك ذكرتها قبل قليل. وبريطانيا وافقت على تسلمه أو عودته؟ يعني هو بالأساس القرار داخل الولايات المتحدة من القضاء الأمريكي للدواعي التي طرحوهم، وهو كمواطن بريطاني تم إعادته إلى بريطانيا. كانت بريطانيا مثل ما معروف يعني من الوقائع أنه هي التي سلمته إلى الولايات المتحدة في عام 2012. إعادته كانت هنالك اختيار، أما أن يرفض إعادته بمعنى هذا أن يعود إلى مصر وهو بريطاني الجنسية، لم تسحب منه الجنسية البريطانية، ولذلك هنالك يعني قضاء وقوانين بريطانية. لماذا برأيك يا دكتور لماذا لم تسحب منه الجنسية وهو رجل بهذه الخطورة؟ يعني هذا هو القرار الأول الذي كان، لم تسحب منه الجنسية البريطانية، وهذا قرار قضائي. يعني لا ننسى أن الجدل قبل يعني 9 سنوات الذي كان موجود داخل بريطانيا في ذلك الوقت كان جدل سياسي. كان حزب العمال البريطاني يطالب بإطلاق سراحه أصلا، ويعتبروه أنه هو كناشط وليس له علاقة بالعمليات الإرهابية، هكذا كان الجدل. ولهذا يعني القضاء البريطاني لم يستمع إلى أكبر حزب سياسي في ذلك الوقت المطالب بإطلاق سراحه، ولهذا يعني اكتفوا بترحيله إلى الولايات المتحدة حسب طلبها، لأنه هو القضية المساق حولها هي تتعلق. طيب هذه الحيثيات، ولكن يعني أنت كمطلع وكيف تتعامل خاصة بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية التي شنت حروب في الشرق الأوسط بحجج إرهاب، هل هكذا القانون البريطاني يعامل الإرهابيين من الدرجة الأولى من الصف الأول؟ نحن لا نتحدث لا عن شخص يحضر فيديوهات ويعني أمسكوا فيديوهات لمتطرفين على المحمول لديه، أو أنه شخص يفكر بالذهاب إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش وكل ذلك، هذا قيادي، هذا الناطق باسم أسامة بن لادن الذي يعني جنن العالم كما الغرب الولايات المتحدة الأمريكية، هل هكذا القانون البريطاني يتعامل مع قادة التنظيمات الراديكالية المتطرفة؟ أستاذ أحمد، أنا لست هنا في مجال الدفاع عن القرار البريطاني، ولكن لابد من أن نعرف بأن هنالك مساحة موجودة ما بين القضاء وما بين السياسة في بعض الأحيان لمختلف القضايا، وليس في يعني طبعا موضوع الإرهاب أصبح الآن هو المتقدم. هنالك قانون للإرهاب صدر في عام 2019 في بريطانيا، وهو مشدد جدا يعني في ملاحقة عناصر الإرهاب والتزايد في أعدادهم وخصوصا من قبل الناشطين في أوروبا. ولهذا القرار بقبول عودته كان قرار قضائي صرف وليس سياسي. يعني لهكذا. أما أن نحاكم القضاء البريطاني بهذه الطريقة، أنا معك من الناحية السياسية، ويفترض أن تكون هنالك مسطرة واحدة تجاه كل المتورطين بعناصر الإرهاب في العالم. النقطة الكرة هي في ملعب الأمريكان بالدرجة الأساس. يعني اليوم بريطانيا ضمن قوانينها مغلوب على أمرها، مواطن بريطاني مضطر أن تستقبله، قضى محكوميته وخرج من القضاء الأمريكي بقرار من القضاء الأمريكي، فمن حقه أن يعود إلى بلاده. وأضف إلى ذلك تؤمن الحكومة البريطانية له حماية. موضوع الحماية طبعا أنا لا أمتلك التفصيلات الأمنية، ولكن قد هذا كلام صحفي يعني يعني في حال طلب قد يحصل. لا هو طبيعي، يعني هو كل مواطن هنا محمي بالقانون وبالحماية الأمنية العامة، ولكن قد يعني هو سيوضع تحت الرقابة. يعني احنا لا نتوقع انه هو سيكون مطلق الحرية، او انه سيعاود الاتصالات او سيعاود نشاطات، يعني هذا شيء مستبعد جدا. هم قالوا بانه سيعود ليعيش ايامه الأخيرة بين
عائلته، هذا هو التبرير الوحيد، وليس على أساس أن ينشط. يعني هو برئ أنجزت محكوميته قبل 5 سنوات للأسباب التي طرحتها المحكمة الأمريكية، ومثل ما تفضلت حضرتك أنه القضاء البريطاني كان عليه أن يستقبل مواطنا بريطانيا أنهى محكوميته. طيب. ولهذا على الأساس أنا لا أريد أن أضع يعني نقاط للدفاع عن القضاء البريطاني. أنا أؤمن أن القضاء البريطاني قضاء مستقل وقادر على يعني وضع الأسس يعني المعايير الأساسية التي تؤمن لكل واحد. أفهمك يا دكتور، أفهمك يا دكتور ماجد، ولكن يجب أن تأخذ أيضا، أرجو منك أن تأخذ بعين الاعتبار أنك اليوم تتحدث وأنت في لندن، بينما نحن هنا من أجل القضاء على إرهابي واحد ربما نشاطه لا يتعدى 10 أشخاص تدمر مدن ويقتل ملايين حتى اللحظة اليوم في سوريا في العراق. طيب دكتور ماجد اسمح لي أن أعود إليك بعد قليل ونشرك معنا باقي الأطراف، أنتقل إلى واشنطن. الدكتور عاطف عبد الجواد أستاذ العلوم السياسية، أرحب بك معنا من جديد. لكم كأمريكيين هل بدأ منطقيا قرار المحاكم أو القضاء الأمريكي على ما أظن في نيويورك الذي أفرج عن عبد الباري بحجة أنه أو الرضوخ للطلب أو منطقية الطلب إن صح التعبير الذي تقدم به بأنه يعاني من السمنة وأنه عرضة للإصابة بفيروس كورونا ويعاني من الربو، يعني لأسباب صحية وإنسانية؟ نعم، أولا دعني أشير إلى أن الخط متقطع إلى حد ما ولكن أرجو أن يكون كلامي واضحا. بالمناسبة القاضي كابلان الذي حكم بالإفراج عنه هو القاضي نفسه الذي حكم بحبسه، هذا واحد. والأسباب التي سردتها أنت والتي استند إليها القاضي كابلان في الإفراج عنه أنه مفرط في البدانة، أنه يعاني من الربو وهناك مخاوف من إصابته بالفيروس كورونا وهو في السجن، هناك عدة حقائق أخرى إلى جانب أسباب الرحمة هذه. السبب الأول هو أن لوائح السجون الأمريكية تمنح المسجون فيها إعفاء بمعدل 47 يوما عن كل سنة أمضاها في السجن في حالة حسن السير والسلوك، وهو أمضى 21 سنة من إجمالي 25 سنة. ثانيا هناك ترتيبات بين الحكومتين الأمريكية والبريطانية لمراقبته أثناء وجوده في بريطانيا وهو مواطن بريطاني. وأيضا هناك عامل مهم للغاية، هو قدم معلومات مهمة عن تنظيم القاعدة وتعهد أيضا بأن يقدم معلومات مهمة عن تنظيم داعش بالنظر إلى أن ابنه المقبوض عليه في إسبانيا اليوم هو عضو في داعش، انضم إلى داعش. إجمالي هذه الأسباب استند إليها القاضي أيضا وهو يعلن أن عوامل الرحمة هي التي دفعته إلى الإفراج عنه، يعني بمعنى أنه انقلب على فكرة التنظيم وعلى كل تصرفات التنظيم وتعاون مع الولايات المتحدة اليوم وأعطاها وسيعطيها مزيد من المعلومات. يعني بالإضافة إلى ذلك هناك لوائح تعطيه إعفاء بمعدل 47 يوما عن كل سنة من سنوات السجن التي أمضاها في الحبس، وهو أمضى 21 سنة. إذن يعني اضرب 21 في 47. إيه مفهومي هذه النقطة؟ إيه مفهومي بكل تأكيد. يعني السنة في السجن غير السنة التي نعيشها، هي أقل بعدد، أقل بمعدل شهر تقريبا أو شهر ونصف. هناك أيضا نقطة أنا أستنتجها، يعني أن عادل عبد الباري لم يكن يمارس بنفسه الأعمال الإرهابية التي اتهم بها، كان يعيش في لندن وكان معظم عمله في تنظيم القاعدة تسهيل مراسلات واتصالات بين الصحفيين الدوليين وبين أسامة بن لادن.
فهو لم يحمل المتفجرات بنفسه، وهو لم يحمل الأسلحة بنفسه، ولم يشارك بنفسه في تفجير السفارتين الأمريكيتين في أفريقيا، ولكنه اعترف. وأسامة بن لادن كذلك تنطبق عليه ذات الصفات. نعم، والبغدادي أيضا يعني الكل. ولكن كما سردت عليك هناك إجمالي مجموعة من الأسباب، أهمها أعتقد أنها أن ابنه ينضم إلى داعش وسيتمكن من الحصول من ابنه على معلومات مهمة. طيب، أرجو منك البقاء معنا دكتور قعاطف. إلى عمان والأستاذ شاكر الجوهري المحلل السياسي، مرحبا بك معنا إلى هذه الحلقة من تفاصيل من جديد. يا أستاذ شاكر، استمعنا لوجهة النظر من بريطانيا لضيفي الدكتور ماجد والدكتور عاطف من واشنطن. وجهة نظرك أنت عندما تسمع مثل هكذا أخبار عن شخصيات من أجلها، يعني أعطيك آخر فترة دمرت مدينة الموصل عن بقرة أبيها وشرد الملايين من أبنائها وقتل عشرات الآلاف، وكذلك مدينة الرقة السورية من أجل ملاحقة فلول تنظيم داعش والبغدادي وما إلى ذلك، واليوم شخص مثل عادل عبد الباري يعيش ويعود إلى أسرته ليتنعم بما بقي لديه من عمر، ما رأيك؟ يعني ابتداء علينا أن نلاحظ أن الولايات المتحدة وبريطانيا شاركتا مشاركة فعالة في قصف وتدمير الكثير من المراكز والقواعد العائدة لداعش وغيرها من التنظيمات الإسلامية في سوريا وفي العراق، دون أن تلتفت إلى أي عوامل إنسانية مطلقة، ودون أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار. أما أن يكون رجل مريض فيتم إطلاق سراحه ومكافأته على أن يجلب عبر ابنه معلومات سرية عن داعش، أعتقد أن هذا كلام هراء لا يتقبله العقل السوي، خاصة وأن هذا يتم الإعلان عنه صراحة وبوضوح وعبر وسائل الإعلام وعبر مسؤولين في البلدين أمريكا وبريطانيا. كيف يمكن لابنه أن يأتي وهو الموجود ضمن قواعد داعش، لا أدري إن كان في سوريا أم في العراق، بأنه سيأتي بمعلومات تضر بداعش وهو في حضن داعش يمكن القبض عليه فورا دون أن يتمكن من فعل أي شيء؟ أنا أعتقد أن الأمور أكثر خطورة وأكثر عمقا من أن تسمح لنا بالتسليم بوجهات نظر أمريكية وبريطانية تتحدث بشيء يشبه السذاجة حقيقة. أنا لا أقتنع تماما بهذا الكلام الذي تبرر به واشنطن ولندن ما أقدمتا عليه من إنسانية، مع أن هنالك سابقة بالنسبة لأبي قتادة الذي كان يحمل الجنسية البريطانية ويقيم في لندن، وتم تسليمه للأردن على أن لا يتم الزج به بالسجن وأن لا يتم أيضا محاكمته، وهذا ما حدث، وأبا قتادة الآن موجود في الأردن دون أن يتعرض لشيء أكثر من تحقيق في الفترة الأولى، ومن ثم تم إطلاق سراحه ربما أيضا مكافأة على تراجعه عن عما كان عليه قناعات أيديولوجية وفتاوى شاركت وساهمت في تسهيل إقناع أعضاء في التنظيمات الأيديولوجية الإسلامية الإرهابية من أجل أن يتم. طيب ركزت لي على كلمة أنه اليوم ما يقوله القضاء البريطاني والأمريكي غير مقنع، ما المقنع من وجهة نظرك؟ كيف يخرج شخص مثل عادل عبد الباري مع على الرغم أنه نأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية اللي هي لا توجد فيها ثغرات وفق ما نشر في الإعلام وما تفضل به الدكتور عاطف والدكتور ماجد؟ حقيقة حين نعالج هذا الموضوع فنحن نقارن بين كيف عومل هو وكيف عوملت شعوب بأكملها في سوريا والعراق. تم ضرب الإرهابي وغير الإرهابي في سوريا والعراق، وتم تدمير مناطق واسعة جدا في البلدين، بما في ذلك ما ارتكبه النظام السوري بحق شعبنا العربي في سوريا الحبيبة. يعني هنالك واضح أن هنالك أكثر من مصدر للقياس
في هذا الجانب. تتدخل السياسة برأيك في المواضيع القضائية؟ نعم، تدخلت السياسة حين ألقي القبض على الدكتور موسى أبو مرزوق في أمريكا، وتم اعتقاله لمدة سنة ونصف السنة 18 شهرا، ثم تدخلت ثانية حين وجد نتنياهو أن ليس في مصلحته أن يتم استلامه ومحاكمته داخل الكيان الصهيوني، وبالتالي من شأن ذلك أن يثير ردة فعل عنيفة جدا ضد الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. فتم أيضا التراجع عن قرار طلب تسلمه وتسليمه لإسرائيل، وأكاد أقول أنهم يعني كادوا أن يتوسلوه أن يقبل أن يغادر الولايات المتحدة وأن لا يلوح مستقبلا بالحصول على حقه بالعودة للولايات المتحدة كونه كان يحمل جرين كارد. إذن هناك أكثر من مكيال، هناك أكثر من طريقة، هناك أكثر من قانون يتم التعامل فيها مع قضايا الإرهاب والأشخاص المرتبطين بالإرهاب وفق وجهة نظرك يا أستاذ شاكر، صحيح؟ نعم. طيب، من جديد إليك دكتور ماجد السامرائي، تتذكر معي الصحفي تيسير علوني الذي كان يلتقي حصريا لقناة الجزيرة مع أسامة بن لادن، حكم عليه وسجن في غوانتانامو. تذكر أيضا معي قبل سنوات قليلة عندما قتل نجل أسامة بن لادن فقط لأنه شاب يافع، يعني بال 18-17 سنة على ما أظن، فقط لأنه ابن أسامة بن لادن، بعيدا عن الجوانب القضائية والقوانين التي تحكم حالة عادل عبد الباري، كيف لنا نحن اليوم أن نفهم التعاطي الغربي والأمريكي بالتحديد مع الإرهاب، مع القضايا والتنظيمات الراديكالية في المنطقة في الشرق الأوسط بالعموم؟ نعم أستاذ أحمد، يعني عندما نتحدث عن المركز السياسي والقرار السياسي هو متهم من قبل الإنسانية جمعاء. المؤسسة السياسية الأمريكية سواء كان عبر إدارة ترامب أو بايدن أو ما قبلهما هي سياسة يعني مزدوجة المعايير وتتعاطى في موضوع الإرهاب تعاطي مزدوج وليس دقيق حقيقة. يعني مثل ما تفضلت وذكر يعني الأخوة يعني كذلك الضيوف، يعني ما قامت به الولايات المتحدة من تهديم للبنى التحتية في مدينة الموصل على سبيل المثال بتعاون يعني وثيق مع القوات المحلية في العراق، دمرت ميليشيات الحشد الشعبي دمرت مدينة بكاملها تحت راية الحرب على داعش. هذا الشعار المزدوج الذي المقصود به هو تمرير السياسات المطلوبة للنفوذ في المنطقة، وياريتهم قتلوهم، تركوا لهم منفذ يروحوا على سوريا. نعم، ياريتهم قتلوهم بالموصل يعني. نعم، ولذلك فهم يعني إذا نتحدث عن الساس الأمريكان هم أكثر مثال يعني للإزدواجية في التعاطي مع هذا الشعار محاربة الإرهاب كذوبة. وهنالك تاريخ وسجل طويل إذا أردنا أن نتحدث سياسيا عن يعني إنشاء ونشوء القاعدة، تنظيم القاعدة نشاء برعاية أمريكية. فلذلك يعني نحن يعني لا نستغرب مثل هذه القرارات المزدوجة على المستوى السياسي. طيب خليني أسألك أيضا بشأن البريطاني اليوم، وفق وسائل إعلام بريطانية والعناوين التي تضعها والتفاصيل التي تعكسها وتعكس الشارع البريطاني، هناك حالة من الاستياء على ما جرى مع عبد الباري أو كيف تعامل القضاء وتعاملت السلطات البريطانية مع هذا الشخص الإرهابي. اليوم على من ستلقى المسؤولية؟ أي انعكاسات أو تأثيرات على حكومة جونسون؟ هل ديفيد كاميرون مثلا هو المسؤول في وقتها أم أن أيضا بوريس جونسون سيتعرض لضغوطات بسبب ما يحصل؟ أنا في تقديري الخاص وتحليلي لن يكون هناك، هذه مجرد يعني كلام صحفي وإعلامي عابر، يعني لا أعتقد أن هنالك يعني حملة ستضغط على الحكومة الحالية من أجل أن تتخذ إجراء ما في عدم قبول إقامته في يعني ما يعتبر وطنه الثاني.
خاصة وأنه مثل ما نعلم أو سمعنا بأنه هو قد حكم عليه بالإعدام من قبل السلطات المصرية، فلذلك منذ التسعينات من لاتهامه بمحاولة حرب. بالتأكيد قبل أن يتقدم هي باللجوء إلى بريطانيا، اللجوء السياسي. نعم، فلذلك فعدم يعني الخوف من أن يمكن يعني مقارنة بأبو قتادة الذي يعني أمنت السلطات الأردنية مثلا حمايته وعدم تعرضه إلى أي شيء. على أي حال أنا أعتقد أنه هذه زوبعة إعلامية لن تؤدي إلى أي تغيير في القرار القضائي البريطاني ولا حتى في القرار السياسي البريطاني، سيبقى. ولكن طبعا لا ننسى أنه قانون مكافحة الإرهاب شديد جدا الذي صدر في بريطانيا في عام 2019، ولن يكون هنالك أي فرصة، خصوصا وأن الجو العام المحيط به يعني هذا الجو سواء من عائلته الخاصة، يعني زوجته صرحت أكثر من مرة بأنه هو ليست لديه علاقة وإنما كان يستلم الفاكسات إلى غيره من الأمور، يعني هو بمثابة كاستشارة سياسية أو رجل سياسي أكثر ما هو ما شاء الله رجل عملياتي. نعم نعم هكذا. فلذلك يعني أنا ما أتوقع أن تكون هنالك إجراءات بالترحيل أو بأي إجراءات سلبية سوى بتشديد الرقابة عليه وفق اتفاق بريطاني أمريكي. هذا لا يعفي من أن ننقد هذه الحالة باعتبار أنه يعني الإصفاح عن مجرم بهذا الشكل وإرهابي يدلل على أن الولايات المتحدة هي تكذب في شعاراتها المعادية للإرهاب. طيب، في قانون مكافحة الإرهاب 2019 الذي تحدثت عنه حضرتك قبل قليل، هل يسمح هذا القانون بالتفاوض مع إرهابيين بأي شكل من الأشكال؟ لم يرد في القانون حسب ما قرأته بشكل سريع، لم يرد مثل هذا، بالعكس يعني التشديد في الإجراءات لدرجة أن من يدخل عبر وسائل الاتصالات يعني عبر الانترنت إلى مواقع الإرهابيين وداعش يحكم ب 15 سنة سجن مجرد اتصاله أو تواصله أو اطلاعه على مواقع الإرهابية. فهنالك حقيقة الكثير من البنود في هذا القانون تعطي صورة للتشدد الكبير تجاه المنظمات الإرهابية. لا ننسى أن الواقع الجديد ما بعد بريكست له تأثير كبير على موضوع تداول المعلومات بين الأجهزة البريطانية وأجهزة أوروبا بشكل خاص، خصوصا أنه مثل ما نعلم أن المنخرطون في داعش من الأوروبيين عددهم كبير، ولهذا يعني هذا الموضوع هو يشكل أحد النقاط الخطيرة التي تواجه الأجهزة الأمنية سواء في بريطانيا أو دول أوروبا. مع هذا هنالك يعني صيغة للتعامل وللتعاطي وللتواصل ما بين الأجهزة البريطانية والأجهزة الأوروبية في مراقبة ومتابعة داعش. قانون البريطاني لعام 19 يعمل على يعني فرضية أنه الاحتياط قبل المواجهة، وهذا طبعا يعني عنصر مهم ليؤكد أن السلطات البريطانية هي يعني لديها حزم وتشدد كبير في ملاحقة الإرهابيين سواء على أراضيها أو خارج أراضيها. طيب دكتور عاطف عبد الجواد، من جديد إليك، بعد إغلاق غوانتانامو هذا السجن سيء الصيت والذي سمعنا عنه الويلات، هل أصبحت طريقة تعاطي السلطات الأمريكية مع الراديكاليين مع الإرهابيين والقادة فيما بينهم بالشكل الذي رأيناه مع عادل عبد الباري؟ لا، هناك لكل حالة هناك اعتبارات خاصة بها. يعني في حالة عادل عبد الباري المحكمة كيف تعمل المحكمة؟ هناك الدفاع وهناك الادعاء،
الدفاع قدم أدلة اتفق معه فيها الادعاء. القاضي ليس له شأن، ليست له مصلحة في استمرار حبس عادل أو الإفراج عنه، ولكن هناك حدث. ولذلك عندما سألتك قلت السلطات التنفيذية أقصد وليس القضائية. يعني السلطات التنفيذية متمثلة في الادعاء الذي يمثل وزارة العدل الأمريكية التي رفعت الدعوى الأصلية، وهذا ما أعنيه بالادعاء. وأمامك الدفاع، القاضي سأل الدفاع، سأل الادعاء هل توافق مع الدفاع فيما طرحه الآن؟ قال نعم، إدراكا بأن الطرفين الدفاع والادعاء وافقا على أن عادل عبد الباري لن يعيش طويلا، وخصوصا إذا استمر في الحبس. القاضي ليست له مشكلة. ثم اقتربت مدة الإفراج عنه طبيعيا، اقتربت مدة انصرام الحكم بحبسه كما ذكرت من قبل. طيب. في غوانتانامو الأمر مختلف، ولذلك أريد أن أشدد على أن بدك تقول لي غوانتانامو لا يخضع للقانون الأمريكي وليس على نعم، لأنه غوانتانامو في الأراضي الكوبية، والولايات المتحدة تستأجر هذه القاعدة من كوبا، ولذلك نأى جورج بوش الابن بنفسه بعيدا عن طائلة القانون الأمريكي بأن أبعد هؤلاء إلى أرض لا تنطبق عليها القوانين الأمريكية. أفضل ما تحقق من في غوانتانامو الآن هو أن عدد المسجونين المعتقلين في غوانتانامو انخفض إلى حوالي إلى أقل من 40 مسجونا. هل تعتقد وفق خبرتك واطلاعك دكتور عاطف أن عبد الباري قدم بالفعل معلومات قيمة ستفيد الولايات المتحدة الأمريكية بكل معنى الكلمة؟ لذلك كلمة نعم أنا كتبتها وحطيت تحتها خطين التي وافق عليها الادعاء العام. نعم أعتقد هذا، أعتقد أنه قدم معلومات مهمة ليس فقط عن القاعدة، وإنما أيضا تعهد بمحاولة تقديم معلومات عن داعش عن طريق اتصالاته مع ابنه رغم أنه مقبوض عليه في إسبانيا. إذن كل هذه العوامل مجتمعة نظر فيها القاضي قبل أن يقرر أنه سوف يفرج عنه. بدي أسأل حضرتك أيضا دكتور عاطف، اليوم الرؤساء السابقون للولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال جورج دبليو بوش، جورج بوش الابن، وما قام به من جرائم في الغزو العراق، اليوم هو مجرد من حصانته ولا يتمتع بأي حصانة دبلوماسية. ضمن القانون الأمريكي ألا يحق لنا اليوم مثلا للعراقيين أن يقيموا دعاوى للجرائم التي ارتكبتها القوات الأمريكية بعد عام 2003 ضد من كان يترأس الولايات المتحدة الأمريكية ومن أصدر قرارا أصلا بغزو هذا البلد على سبيل المثال؟ رئيسيتان فقط. النقطة الأولى هو أنك ستلجأ إلى من حيث المحاكم؟ المحاكم العراقية إذا رفعت أمامها دعوى ضد جورج الأمريكية، عفوا المحاكم الأمريكية أقصد، المحاكم الأمريكية ستقول لك لا، ليست لنا سلطات ولا صلاحية، لأن الرئيس الأمريكي أثناء حكمه أثناء فترة حكمه يتمتع بحصانة ضد الإجراءات ضد التهم الجنائية، وهذا ما يواجه الرئيس الراهن دونالد ترامب الآن إلى أن تنتهي تنصرم فترة رئاسته. النقطة الثانية التي أريد أن أشير إليها هي أن الرئيس أوباما اضطر أرغب على سحب القوات الأمريكية من العراق لسبب لهذا السبب نفسه، وهو أن البرلمان العراقي رفض منح حصانة قضائية للجنود الأمريكيين الذين كانوا من المفترض أن يبقوا في العراق، لذلك سحب بدون حصانة قضائية تحمي هؤلاء الجنود. قرر الرئيس أوباما أن يسحب القوات الأمريكية من العراق، وبالتالي سنحت الظروف لداعش باجتياح الأراضي العراقية. طيب
أستاذ شاكر الجوهري، أعود إليك من جديد، هل فعلاً القول الشعبي الذي يعني يوصف السياسة بأن السياسة قذرة دائماً، لا تأخذ بعين الاعتبار كل هذه الشعارات التي نقرأها بالصحف ونشاهدها على شاشات التلفزيون، شعارات حقوق الإنسان والإنسانية، السياسة قذرة ودائماً ما تكون مصالح شعوب على مصالح شعوب أخرى؟ أنا سأعطيك نموذجين على ذلك. تفضل. النموذج الأول تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وهو الذي كان أسير حرب عند الأمريكيين، والأسير لا يحاكم ولا يعدم، وتؤكد الشريعة الدولية على ضرورة الحفاظ على سلامته. والأمر الثاني أن هنالك أيضا تدخل من قبل جهات غير رسمية عراقية في عملية الإعدام. والأمر الثالث أيضا إن شئت أن قاعدة أو نظرية أو مقولة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش أم باراك أوباما، نعم لا 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 لا, لا. يبدو أنه غاب الاسم عن ذهنك، ما في مشكلة، تابع. بغض النظر، الذي ابتدع نظرية الاحتواء المزدوج لكل من إيران والعراق، فكانت النتيجة أن تم ضرب العراق، وتم حتى هذه اللحظة التعامل بسهولة وبتيسير الأمور لإيران، طالما أنها لا تمتلك قنبلة نووية ويريدون أن يحرموها فقط من القنبلة النووية، وهذا ليس بالاحتواء الذي تم احتواء العراق به. إذن هنالك مقاييس متعددة ومساطر متعددة للقياس تراعي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المقام الأول. أنا كارتر، أنا عانيت الرئيس الأمريكي كارتر. نعم. صاحب. طيب وهذه الحروب التي يعني قتلت الملايين خلال 20 سنة المنصرمة على أقل تقدير في منطقة الشرق الأوسط، هي يعني قضايا الإرهاب وهذه التنظيمات هي فقط شماعات برأيك؟ أريد أن أستمع لوجهة نظرك فيما عانيناه خلال من بعد أحداث 11 سبتمبر وحتى اليوم. بالتأكيد، وبغض النظر عن أن هنالك فارق كبير بين الأمر الذي بدأت به الثورات الشعبية في سوريا وفي دول عربية أخرى ضد أنظمة الحكم فيها، بالتأكيد أن هنالك أيضا نوع من أنواع الاستفادة والانتهازية من قبل الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية التي وظفت ما يجري من اقتتال داخلي في هذا البلد أو ذاك من أجل تحقيق مصالحها الشخصية على حساب دم وأرواح أبناء الأمة العربية في هذا القطر أو ذاك. كل هذا لا علاقة له بأي قانون، وبغض النظر إن كان هذا القانون ملزم أو غير ملزم، بالأساس وأنه لا يجوز أن يتم مخالفة الشريعة الدولية التي لا تجيز قتل المواطنين المسالمين، وكذلك قتل الأسرى أو محاكمة الأسرى والتنكيل بهم وتعذيبهم، كل هذا تتم مخالفته من أجل مصلحة شخصية لهذا الرئيس الأمريكي أو ذاك. وكلنا نتابع الآن ما الذي يفعله ترامب من أجل أن يكرس سياسته المنحازة ضد المصالح العربية من خلال مجاملة وإسرائيل وتبني التطبيع واتفاقات السلام. نعم، مفهوم. طيب، نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، انتهى وقت الحلقة. الأستاذ شاكر الجوهري المحلل السياسي ضيفي من عمان، شكرا جزيلا للدكتور ماجد السامرائي الكاتب والمحلل السياسي ضيفي من لندن، كل الشكر أيضا للدكتور عاطف عبد الجواد أستاذ العلوم السياسية ضيفي عبر سكايب من العاصمة واشنطن، الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، أعود وألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة وتفاصيل جديدة، إلى اللقاء.